رمضان بين الروحانية والحرب، كيف يحل على اليمنيين هذا العام؟ هل استعد اليمنيون للاحتفاء برمضان أم أنه بات مجرد الفرحان؟ أين هي المبادرات الخيرية والتطوعية في الشهر الفضيل؟ أهلا بكم. مع حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير والسلام، كيف هو حال اليمنيين وهم يستقبلون رمضانهم السادس من سنوات الحرب القاهرة؟ بلد تنكره هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية وما صاحبها من فقر ونزوح وأوبئة. ربما يجد اليمنيون متسعا من ركام الحرب ليفردوا مساحة من الاحتفاء بقدوم رمضان، لكنها فرحة بنكهة العناء، عناء البحث عن قوتهم وسلامتهم ومأواهم، عناء البحث عن دولة مفقودة وقريب مختطف وجار نازح، بلاد انقسمت على كل شيء بفعل الصراعات السياسية. فهل توحدها روحانية رمضان؟ هل يجد الناس في الأسواق حاجتهم؟ هل توفرت حاجة الناس من غذاء ومؤونة؟ طبعاً رمضان هذا طبعاً مختلف عن أي رمضان سابق مر على عدن. ولليمنيين الواقفين على عتبات رمضان غصتان، أولاهما الحرب وتداعياتها، والثانية الفيضان ومخاطر كورونا. بالنسبة لشهر رمضان نعاني من ارتفاع الأسعار، نعاني من الكهرباء، نعاني من أمراض، خيفونا بالكورونا في الوقت اللي مش وفرونا حتى حبابة الدول داخل المستشفيات. المشفى داخل معك مريض بيظل من مجدول داخل المشفى. رمضان الذي كانت له مهابة وجلال كموسم يتهيأ له اليمنيون جيدا بروحانيته وطقوسه ونكهته الخاصة، لكن رمضان هذا العام يختلف، وإن تشابه مع سنوات خلت رسمت تفاصيلها الحرب والمجاعة ببصمتها المؤلمة. والله رمضان من حيث الروحانية تمام إن شاء الله يكون في رمضان إن شاء الله، لكن بالنسبة للأسعار يا أخي نار، الأسعار جنون، لا حسيب ولا رقيب، لا من الله يخاف التجار ولا من القانون ولا من أنفسهم. اتساع رقعة الفقر وارتفاع الأسعار واستثمار الميليشيات شمالا وجنوبا لأوجاع الناس التي باتت مجرد ورقة في المزايدات السياسية، هذا هو واقع الحال في البلاد. تبدو الأسواق يتيمة دون حوائج رمضان، ناهيك عن شح المساعدات التي تتصاعد أرقامها في ملفات المنظمات الأممية، لكنها تتلاشى من واقع اليمنيين وحياتهم. ينتظر اليمنيون رمضانهم هذا بآمال أقل ومخاوف أكبر، خصوصا مع بروز مهددات كثيرة. هذه الآمال توشك أن تغيب أمام من يقبعون خلف زنازين الميليشيات ومعتقلاتها، إذ يبدو رمضان في أعينهم وأعين أسرهم مجرد شهر آخر من المعاناة. مجددا ترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر الأقمار الصناعية من تعز، السيد ياسر الفتيني وهو مدير تنفيذي لمؤسسة معكم التنموية. أهلا بك سيد الفتيني، إذا كل عام وأنت بخير بداية. حياكم الله، الله يسلمكم ويعافيكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. كيف يستقبل اليمنيون رمضان هذا العام؟ بداية أخي وجيه، أجدها فرصة طيبة ومباركة أتقدم من خلالها لأهلنا وشعبنا اليمني الصابر المكافح في الداخل والخارج بأخلص التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله عز وجل أن يكون شهر خير ويوم وسلام، وأن يجعلنا فيه وإياكم من المشمولين والمقبولين بعفوه ومغفرته. يحل رمضان علينا هذا العام بشكل عام على اليمن وعلى مدينة تعز بشكل خاص بحكم الصعوبات المتعددة والمعاناة المستمرة منذ 6 سنوات، وحالة السكان مزرية جدا. هناك مئات الآلاف من السكان والأسر تعاني من نقص شديد في المواد الغذائية، كذلك شحة شديدة في توفير المياه، وهي معاناة أساسية لهذه المحافظة من حيث وجود أزمة مياه حقيقية لسكان هذه المحافظة.
يحل علينا رمضان أخي وقيه في هذا العام في ظل عودة كثير من النازحين إلى وسط المدينة، وهذا شكل عبئا كبيرا على المدينة، وشكل عبئا كبيرا أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات، كذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل ضعف وانقطاع للخدمات العامة مع فقدان كثير من الناس لأعمالهم. أخي وقيه، يحل علينا رمضان في هذا العام في ظل أزمة عالمية كبيرة، أزمة كورونا، جائحة وباء كورونا الذي زاد العبء والخوف على للناس وحد من حركتهم في المحافظة وفي كافة أرجاء اليمن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، وهذا أيضا شكل عبئا آخرا يضاف على العبء السابق إلى لليمنيين. الحمد لله وبفضل الله علينا وعلى أهلنا في تعز وفي اليمن، لم يدخل وباء كورونا ولم يجتاح اليمن، وهذا فضل من الله علينا، لكن نحن في تعز وفي اليمن بشكل عام لدينا كورونا أخرى. أخي وقيه، هناك الآلاف من الأسر تفتقر إلى الغذاء، وهذا يشكل عبء وسوء تغذية للأطفال، وكذلك لبعض الكثير من النساء الحوامل الذين يعانين من سوء التغذية ونقص في المكملات الغذائية. هناك انعدام وضعف كارثي في الخدمات الصحية إن صح، هذا يؤدي إلى وفاة الكثيرين من الناس بأمراض فتاكة وأوبئة أخرى كالحمى الفيروسية والحمى الوبائية وحمى الضنك وأمراض الكوليرا والعديد من الأمراض الأخرى. لدينا أيضا أخي عاجز في توفير خدمات الأمن الغذائي، وهذا والذي ينعكس سلبا على توفير أمن للحياة للكثير من الأسر اليمنية التي تفتقر إلى الغذاء الذي يؤمن الحياة. في المقابل، أمام كل يعني هذه المعاناة، هل هناك مظاهر أو ما يبدو أنه استقبال من قبل اليمنيين لرمضان في هذا العام؟ هل تستشعر ذلك؟ أخي الكريم، فرحة رمضان لم تعد تلك الفرحة التي كان يبتهجها اليمنيون جميعا، أصبحت الفرحة منقوصة بحكم الأزمة الاقتصادية الخانقة ووضع الحرب التي تعيشها البلاد، وهذا شكل أزمات مركبة ومعقدة يعانيها اليمنيون اليوم في ظل غياب ونقص الخدمات الأساسية التي بشكل كبير في البلاد، وخاصة في المجالات الصحية ومجالات الأمن الغذائي. الآلاف من الأسر تعاني من عجز كبير في الحصول على أساسيات الحياة. نعم، دعنا نشارك معنا سيد ياسر، معنا في هذه الحلقة السيدة أسماء الراعي، مدير مكتب تعز لرابطة أمهات المختطفين، التي تنضم لنا عبر الهاتف من تعز. أرحب بك سيدة أسماء. إذن يعني رمضان في بعد 5 سنوات من الحرب، هذا رمضان السادس في خلال هذه الفترة، حرب، اختطافات، أنتم في رابطة أمهات المختطفين كأمهات للمختطفين كأهالي لأولئك المختطفين، كيف تعيشون هذه الأجواء؟ مرحبا بك. نقول أنه بالفعل هذا يأتي رمضان السادس على التوالي، وما يزال أبناءنا المختطفين يقبعون خلف سجون قضبان سجون جماعة الحوثي. طبيعة الحال هذا الأمر يقلق جدا ويؤلم جدا الأمهات التي لا تعيش فرحتها ولا تذوق بهجة هذا القدوم لرمضان الشهر المبارك، وأبنائهم بعيدين عنهم. أعتقد أن الأمهات تفتقد موائدهم، مكان هذا المختطف، تفتقد البيت، وجوده، يفتقد أبنائه، تفتقده أمه، تفتقده زوجته. كل هذه الأمور تجعل من قدوم رمضان بدلا أن يكون فرحة يجعله ألما على هذه الأسر، وألم لا يساويه ألم.
عادة يرتبط رمضان سيدة أسماء بالإفراج عن يعني في ذلك الوقت عن المعسرين، عن المنكوبين، عن من بهم ضائقة وما شابه، فيما يتعلق بإطلاق المختطفين وكذلك السجناء، هل من مبادرة حصلت هذه الفترة؟ طبعا نحن نقول أن هذا رمضان يأتي وهناك من يقبع في السجون حوالي 1919 مختطفا في جماعة الحوثي و46 معتقلا تعسفيا في سجون الحكومة الشرعية و40 في سجون التشكيلات العسكرية والأمنية بعدن. كل هذه الأعداد نعتقد أن أسرهم بالفعل تفتقد وجودهم، ونقول أن هناك أعداد بسيطة ممن يفرج عنهم كما قلت استقبالا لرمضان أو ابتهاجا عندهم كما يسمونه برمضان. نحن لا نريد الأعداد هذه الضعيفة، نحن نريد أن يخرج أبناءنا بشكل كامل، نحن نريد أن يكون هناك إطلاق فوري عن جميع أبناءنا المعتقلين والمختطفين والمخفيين قصرا في هذه السجون، كونها زياراتهم ممنوعة وبالتالي لا مجال للاطمئنان عليهم في هذه السجون. الأمهات، الآباء، الزوجات، الكل قلقون على أبنائهم في ظروف كما تعلمون ظروف صحية غامضة. نحن نعلم أن الزيارات ممنوعة حياتهم أصعب، كذلك نحن نعلم أن هذه السجون بعيدة عن المراقبات المنظمات الحقوقية والطبية، وهذا ما يزيد طبيعي بشكل طبيعي تخوف الأمهات والأبناء والآباء على من هم معتقلين أو مخفيين في السجون في هذه السجون. نحن نقول كذلك أن هناك إهمال صحي شهدناه ظاهرا الذين خرجوا من سجون جماعة الحوثي، فهذا يجعل قلقنا أكبر على من لا يزال في هذه السجون. بالنسبة للزيارات، يعني إلى أي مدى هذا الأمر يتحقق خلال الفترة هذه؟ زيارة إيش؟ زيارة الأهالي للمختطفين. طبعا الزيارات لا تكون إلا فيما ندر، هناك إقصاء شديد لهذه المسألة. الأمهات منذ الأربع سنوات، منذ الخمس سنوات، منذ الست سنوات حسب فترة اختطاف أبنائهم لم يستطيعوا أن تكتحل عيونهم برؤية أبنائهم في هذه السجون. أعتقد أن هناك نوع من الانفتاح قليلا في سجن الصالح بعد التحقيقات أو بعد البيانات التي أصدرتها رابطة أمهات المختطفين في حق ما يصدر بأبنائهن أو ما يعانيه أبنائهن في هذه السجون. ولكن نحن نطالب بالإطلاق لأبنائنا المختطفين. لا أعتقد أن الزيارة تكفي الأم أو تكفي الأبناء أن يطمئنوا على أبنائهم أو أزواجهم أو أبناء أو آبائهم داخل هذه السجون، كون هذه الزيارات تكون فترات قصيرة جدا ولا يستطيعون فيها أن يعرفوا حالتهم الصحية أو ما يعانوه نظرا لتواجد الحراسة بجوارهم. هذه أشياء كثيرة تجعل من لحظات اللقاء مؤلمة كثيرا في هذه الفترة. نقول كذلك أن الأمهات تحترق قلوبهم شوقا لأبنائهم، فهذا الوقت الذي يعطى لهم أو يمنح لهم لا يكاد يكون وقت كافي لأن تطمئن فيه الأم أو الزوجة أو الأبناء على المختطفين الذين يقبعون في سجون جماعة الحوثي. بهذه المناسبة السيدة الراعي، ما الذي تقولينه ونحن على عتاب الشهر الفضيل للجميع؟ طبعا نتمنى في هذه الفترة ونتمنى في أعتاب هذا الشهر الفضيل كما قلت، نتمنى أن يكون هناك جبر لقلوب هذه الأمهات، ونتمنى أن يكون هناك إطلاق فوري لأبنائنا المختطفين المتواجدين أو القابعين خلف سجون جماعة القضبان في سجون جماعة الحوثي. نتمنى أن تكتحل بهم عيون أمهاتهم وأن تطمئن قلوب الزوجات والأبناء وأن تلتم هذه الأسر من جديد حول مائدة الإفطار، يكون هناك طعم آخر لشهر رمضان ويكون هناك كذلك طعم آخر أو مذاق آخر للعيد هذه السنة بإذن الله عز وجل، وتكتحل جميع الأمهات بأبنائهم بإذن الله. شكرا لك مديرة مكتب تعز لرابطة أمهات المختطفين سيدة أسماء الراعي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. من هناك بالعودة إليك سيد الفتيني أيضا من تعز،
سمعنا هذه المعاناة، لكن على مستوى المدينة هناك في تعز كيف هو الوضع؟ إذا ما تحدثنا عن الخصوصية باعتبار أن حديثك كان في البداية ربما بشكل عام، كيف هي خصوصية الأمر بالنسبة لتعز وهي تستقبل رمضان؟ كيف شاهدتها أنت؟ أخي الكريم، بالنسبة للوضع تعز، الوضع الاقتصادي العام سيء جدا، الأسعار ترتفع بشكل مهول خلال شهر رمضان. في مدينة تعز على وجه الخصوص بسبب الحصار ترتفع الأسعار بشكل جنوني. الحصار مفروض على المدينة منذ ما يقارب 6 سنوات، وأيضا طارئ جديد الآن بسبب إغلاق الطرق الرئيسية، فمدينة تعز الآن شبه مغلقة. مدينة تعز شبه مغلقة، ليس هناك إلا طريق واحد تصل عبره المواد الغذائية إلى مدينة تعز، يعتبر هو شريان هذه المدينة. تسببت الأمطار الأخيرة والسيول بانهيارات في الجبال وسد الطريق. البضاعة الآن تصل إلى مدينة تعز تمر عبر طرق فرعية وملتوية ومتعرجة، هذه الطرق غير معبدة، تقطع المركبات مسافات كبيرة جدا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة نقل البضائع والمواد الغذائية التي تصل إلى مدينة تعز، وهذا يعتبر أخي عبء إضافي ومعاناة إضافية أخرى إلى المعاناة السابقة التي تعاني منها المدينة. تعتبر الأسعار أخي في مدينة تعز مرتفعة جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى، نتيجة لما أشرت كون الطرق الرئيسية مغلقة تقريبا. أمام كل ذلك سيد الفتيني، هل هناك دور للمنظمات الإنسانية المحلية؟ نعم. أو المنظمات الدولية، هل هناك نشاط إغاثي بخصوصية رمضان إن صح التعبير؟ أخي، بالنسبة لهذا السؤال، طبعا اليمنيون يستعدون في رمضان لتوفير الحد الأدنى من أساسيات الحياة التي يمكن أن توفر لهم الحياة الكريمة وأساسيات العيش الكريم. الأسرة اليمنية اليوم أضحت لا تستطيع أن توفر الأساسيات الضرورية. أصبحت الأسر تعتمد كثيراً معظمها على من له مغترب في خارج الوطن. يتم دعم هذه الأسر من خلال المغتربين أو من خلال الأنشطة التي تنفذها المنظمات والجمعيات والمؤسسات والمبادرات الخيرية المنتشرة هنا في مدينة تعز، والتي تسعى إلى التخفيف، نقول إلى التخفيف فقط، من معاناة السكان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة منذ ما يقرب 6 سنوات، وخصوصا في خلال شهر رمضان المبارك. هل هناك مبادرات مجتمعية فيما يتعلق أيضا بالوضع هناك؟ أعيد السؤال أخي. مبادرات مجتمعية، هل هناك مبادرات مجتمعية؟ تفضل. نعم، هناك العديد مبادرات المجتمعية على مستوى الحارات. هذه المبادرات تكون على مستوى لجان مجتمعية صغيرة تحاول أن تخفف عن ولو جزءا يسيرا من عن السكان. في سياق الحديث، أنت أشرت قبل قليل سيد الفتيني وإن قطعتك، يعني في سياق الحديث تحدثت عن ارتفاع الأسعار، لكن ماذا عن القدرة الشرائية لدى الناس؟ هل هناك ما يغطي هذا الارتفاع لديهم؟ أغلب الناس يا أستاذ وجيه هنا يعني لا يستطيعون شراء المواد الأساسية، فالقدرة الشرائية منخفضة لدى معظم السكان، وكما أشرت سابقا إلى أن أغلب السكان يتلقون الدعم عن طريق المساعدات الإنسانية التي لا تفي ولو بالحد الأدنى من احتياجات السكان. أخي،
سيدة الفتني، إذا ما تحدثنا عن مسألة أخرى فيما يتعلق بالجانب في تعز بالتحديد بخصوصية المدينة، هناك أقارب سواء في الخارج يمكن القول أنهم في المنفى في هذه الأوقات بالتحديد، هناك نازحون أيضا، كيف يستقبلون يعني كيف هو التواصل ما بين الناس وما بين الأهالي مع أقاربهم سواء في الخارج سواء في مخيمات النزوح وما شابه من خلال متابعتك وملاحظاتك؟ والله يا أستاذ، في بالنسبة لوضع المغتربين في الخارج في هذا العام وضع مأساوي، الكثير من الأسر محجور عليهم في أغلب دول الخارج بسبب اجتياح فيروس كورونا لهذه الدول وانتشاره. أغلب من هم متواجدون في الخارج الآن محجور عليهم، هم كانوا يعملون في الخارج لإغاثة أسرهم وللتخفيف عنهم هنا في مدينة تعز. الآن الوضع انقلب، الآن هم يحتاجون لمن يعينهم، انقلبت الأمور الآن، فكارثة الآن على الأسر الموجودة هنا في اليمن وعلى المغترب أيضا الموجود هناك، يحتاج من يلتفت إليه وإلى معاناته في ظل عدم عمله وعدم حصوله على النقود التي سوف يعيش هو بها أو سوف يرسل جزءا منها إلى أهله. مخيمات النزوح هنا، مخيمات النزوح أيضا هنا وضعها أيضا كارثية بسبب الأمطار، يحل عليهم الشهر الكريم في أوضاع صعبة، يحتاجون لمن يلتفت إليهم السلطة المحلية، المنظمات العاملة في الميدان ينبغي الالتفات إلى معاناة النازحين، سواء النازحين الموجودين في المخيمات أو النازحين الموجودين في المدينة. هناك أسر هائلة من زرناها خلال الأيام السابقة من الأسر التي نزحت إلى داخل المدينة بسبب ظروف الحرب، معاناتها شديدة، يعني لا الأمن الغذائي غير متوفر، لا يحصلون على المياه، إضافة إلى انقطاع رواتبهم ممن كانوا موظفين، يعني انقطعت بهم السبل، يحتاجون إلى لفتة إنسانية من قبل الجميع. عسى أن يتحقق ذلك. شكرا لك سيد ياسر الفتيني، مدير تنفيذي لمؤسسة معكم التنموية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. رحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الخرطوم، أمين عام منظمة الزرانيق للعدالة والتنمية سيد محمد ناصر الزرنوقي. أهلا بك سيد الزرنوقي. سيد الزرنوقي هل تسمعني؟ يبدو أن هناك خلل في التواصل مع السيد الزرنوقي من الرياض، إلى حين إصلاح هذا الخلل في التواصل وإعادة التواصل معه. إذا مشاهدينا الكرام، كان معنا السيد ياسر الفتيني يتحدث عن الوضع في هناك في تعز وكيف يستقبل الناس هذا الشهر الفضيل خلال هذه الفترة. هناك صحيح أن جائحة كوليرا لا يبدو على مستوى تسجيل الرسمي أن هناك أي يعني تأثر بشكل كبير بهذه الجائحة هناك في داخل البلاد، لكن على مستوى المعاناة فيما يتعلق بالناس هناك معاناة، هناك الكثير من المخاوف، لكن هناك أيضا الكثير من الأمل ومحاولات للخروج من هذا المربع. إذا يعود إلينا السيد الزرنوقي. أرحب بك سيد محمد ناصر الزرنوقي، هل تسمعني؟ اهلا وسهلا بكم، اسمعك. نعم، حياكم الله، اهلا وسهلا بك. اذا سيد الزرنوقي، كيف هناك الناس في يعني الحديده، كيف هو حال ابناء الحديده وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك؟ اهلا وسهلا بكم واشكركم على هذه اللفتات الجميله، دائما قناه بلقيس تهتم بالشان التهامي. عموما اخي الكريم،
أبناء تهامة بشكل عام وأبناء الريف بشكل خاص، استقبالهم لشهر رمضان الكريم كأي شعب شعبوي بسيط كادح، ربما نقول بهذا اللفظ الصريح، لأن الأرياف أقل يعني تواصلا مع المعيشة من المدن، وهناك طقوس أحيانا ثقافية قبل وصول رمضان، هناك ترحيب عام من المساجد ثقافيا، هناك ترحيب خاص في المقايل التهامية على مستوى المدن التهامية أو المديريات التهامية في المدن. أما بالنسبة للأرياف فهم غالبا مغيبون عن الطقوس الثقافية، هذا بالنسبة للمسائل الثقافية والتراثية. أما بالنسبة للحالة المعيشية فحالة يرثى لها، طبعا الجميع أظن أضيوف قد تكلموا في هذا وزيادة، لكن أنا أؤكد على شيء مهم جدا، دور العمل الخيري الذي يغطي العمل الحكومي والرسمي، لأن الحكومة أصلا غائبة، يظل انقلاب غاشم لا يفرق بين الحالة الإنسانية ولا الحالة الاقتصادية. فبعض الأنشطة الخيرية التي كانت تقوم بها المنظمات الإغاثية، أكثر المنظمات الإغاثية لم تعد تعمل في تهامة، لذلك صار عمل فردي. أنا أعرف أشخاص ربما معينين في بيت الفقيه، نظموا لهم عمل ووزعوا بعض الإغاثات لبعض الأسر الفقيرة، وهكذا هو الوضع في تهامة بشكل عام. أنا فقط ذكرت لك نموذج على مستوى مديرية بيت الفقيه. طيب فيما يتعلق بالوضع الإغاثي، وقد يعني بدأت بالإشارة إليه، إلى أي مدى هناك تحرك في هذا الدور، خصوصا وأن الحديدة لها يعني نوع من الخصوصية ربما باعتبار أنها تمر بتطورات محلية كثيرة، هناك يعني هي نقطة من نقاط التماس وساحة صحيح. من ساحات القتال أيضا. صحيح. بالمناسبة أيضا يعني أحب أوصل صوتي من خلال قناتكم إلى كثير من الشباب المغتربين، ما شاء الله يعني ربما هم غطوا كثير من الحاجات التي قصر فيها سواء الجهات الرسمية أو قصرت فيها المنظمات، ولذلك أتمنى من الإخوة المغتربين أن ينظروا إلى، يبدأوا بأسرهم وأهلهم ثم ينظروا إلى جيرانهم ثم إلى حاراتهم وهكذا. أما بالنسبة لسؤالك يعني في ظل الحالة المعيشية بالذات الحديدة، يعني ربما لو نظرنا إلى حالة بعض المحافظات أقل سوءا وأقل فقرا، فعلى ما يقال يعني لو أن الجهات الرسمية تساوي بين الناس في الظلم لكفى. ففعلا يعني مدينة الحديدة ومديريات الحديدة وأرياف الحديدة مآسي وكوارث يعلمها الله فقط. ذلك نتمنى من الجهات الإغاثية، وهذه رسالة أوجهها عبر قناتكم إلى الجهات الإغاثية، أن تنظر إلى الأرياف ثم المدن، لأن المدن غالبا أقل سوءا وأقل فقرا من الأرياف في تهامة. إذن أشكرك سيد محمد ناصر الزرنوقي، أمين عام منظمة زرانيق للعدالة والتنمية، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم لإطلاعنا على الوضع بالنسبة لهناك للناس في الحديدة هناك. إذن أشكرك، أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مأرب، السيد صلاح دبوان الأمين العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا أو عفوا من عدن. أشكرك، أرحب بك سيد صلاح. نعم من عدن، أهلا وسهلا بك. انقطع الصوت. رمضان كريم. أهلا بكم أستاذي، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير وصحة بإذن الله. إذن كيف تقضون هذه اللحظات في استقبال رمضان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. لا يخفى على أحد ما حدث في عدن بسبب الأمطار الأخيرة، ليس في عدن فقط لكن في محافظة عدن وفي محافظة لحج وأيضا قليلا من محافظة أبين. كما تحدث الزملاء من سابق، طبعا كنت أقول أنه رمضان في هذه السنة يعني حل ضيفا ثقيلا على كاهل الناس، فالحرب مستمرة والقتل مستمر، النزوح في تزايد،
الوضع الاقتصادي كوضع سيء، يعني كل الأوضاع أعتقد أنه لا يخفى على أحد ما يدور في عدن أو ما يدور في بلادنا. كنت شيء بس أتكلم على المبادرات التطوعية اللي آخر شيء كان الزملاء يتكلموا عليها، أن هذه السنة مع جائحة الكورونا وما يحدث في العالم مع إغلاق المنافذ وضعف الاتصال مع العالم، فعلا هناك ضعف كبير جدا في مسألة المواد الغذائية أو الإغاثة، الذي يفترض أن رمضان شهر الخير، شهر البركة، الناس تعيش في فرحة الصيام والعبادة، لكن للأسف ما دار في الفترة الأخيرة. جائحة الكورونا جاءت بالحظر المنزلي وتوقف الكثير من الأعمال، وتوقفت الكثير من نقدر نقول ركود اقتصادي كبير، في وضع اقتصادي أصبح سيء عند الناس وعند المواطنين. يكاد يكون أغلب المواطنين بالكاد وفروا مثلا احتياجات رمضان، يعني الاحتياجات الأساسية. مثلا جاءت الأمطار الغزيرة وأكملت ما بقى، غرق البيوت، غرق المنازل، كل ما كان موجود في المنزل ذهب، يعني مهب الرياح. فالوضع فعلا سيء. نحن في رمضان والرواتب متوقفة، أمور كثيرة، يعني لا نعرف من أين نبدأ ومن أين ننتهي. ما الحديث الجاري الآن لدى الناس هناك في عدن وهم يستقبلون هذا الشهر؟ ما هي الأحاديث الجارية الآن؟ يمكن أهم حديث الآن جاري هو غياب الحكومة الشرعية اللي أساساً هي غائبة، لكن على الأقل ما سمعنا أنه في مبلغ معين من قبل الحكومة تم رصده. السلطات المحلية تكاد تكون غائبة وكأنها غير مسؤولة عما يحدث. لا يوجد أي حركة، لا يوجد أي تدخل، حتى ولو بالكلام، حتى ولو مثلا بإصدار البيانات، بالاستغاثة. الوضع السياسي بشكل عام غير مستقر. لدينا هنا مشكلة في عدن، لا نعلم من الجهة المسؤولة اللي ممكن الناس تخاطب معها. الآن الوضع في تخبط عام من يوم ما بدأت الأمطار الغزيرة إلى اليوم، وكأنه لا يوجد جهة من أجل التخاطب معها، أن الناس تعيش خطر، أو أن الناس تموت، أو أن الناس تعاني، أو من ممكن أنه يبدأ يغيث الناس، أو من ممكن يساعدهم. ففي شيء تائه ضائع. دعنا نشك معنا في الحوار السيد صلاح، السيد أحمد الحرازي الصحفي عبر الهاتف معنا من مأرب. ورحب بك سيد الحرازي، كيف يعني بداية رمضان مبارك؟ ومرحبا بالمشاهدين الأكارم. أهلا وسهلا بك. هناك الناس في مأرب كيف يستقبلون رمضان؟ كيف هو الحل والوضع هناك؟ طبعا يأتي رمضان هذا العام والبلاد تعيش الله عن مأساوية نتيجة الحرب المستمرة للعام الخامس على التوالي التي فرضتها ميليشيا الحوثي، وتسبب ذلك بمضاعفة معاناة اليمنيين، إلى جانب المخاوف من انتشار وباء كورونا وما تبعته من إجراءات احترازية أهمها إغلاق المساجد التي يقبل عليها المواطنين عادة بشكل كبير، ما عدا هذا العام خوفا من انتشار الوباء. يأتي رمضان هذا العام والبلد يعاني من كارثة إنسانية بسبب السيول التي أودت بحياة عدد من المواطنين في عدة محافظات، منها محافظة مأرب، وما خلفته من معاناة وخسائر مادية وتشريد الأسر، خصوصا هنا في محافظة مأرب التي تضررت فيها مخيمات النازحين، وباتت آلاف الأسر بلا مأوى. وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها تجاه المتضررين. كل هذه المآسي أفسدت فرحة معظم المواطنين باستقبال شهر رمضان. في سياق الحديث عن الوضع هناك في مأرب، كان هناك نوع من يعني هناك تشابه ما بين الحالة في عدن والحالة هناك في مأرب، ربما على مستوى أن هناك حالة سيول وأمطار يعني كانت وصادفت المحافظة بشكل عام خلال الفترة الماضية. من هذا المنطلق ما هو الوضع هناك في مأرب؟ بالنسبة لمحافظة مأرب،
الوضع مثل ما أكدت لك سابقا بأن الوضع كارثي بالنسبة خاصة مع السيول. السلطة المحلية يعني حتى بمستوى التدخل كان لم يرتقي للمستوى المسؤول بشكل كبير. المنظمات الغربية لم تقدم إلى الآن الدعم الكافي إلى هؤلاء النازحين الذين يعني إلى الآن لا يمتلكون مخيمات، وربما تكون هذه المخيمات يعني بسيطة لا تحميهم من أبسط الأشياء. تفضل بالبقاء معنا سيد الحرازي. أعود إليك سيد صلاح دبوان. بالنسبة للوضع هناك في عدن على مستوى الخدمات والاحتياجات الأساسية، كيف الوضع؟ هل يعني هناك معاناة، لكن هل هناك توفر للسلع؟ وإن كيف هو الوضع بالنسبة للأسعار؟ هل شرحت جانبا أو معلومات أكثر حول ذلك؟ نعم، اللي حصل أنه في ارتفاع في الأسعار. ارتفاع في الأسعار له أسباب كثيرة، من ضمنها اللي هي إغلاق المنافذ، المنافذ البرية. طبعا الحظر لا زال القوي موجود. اللي حصل الآن في استنفاد كثير للسلع الغذائية اللي كانت موجودة أو كانت مخزونة. في ارتفاع كبير الآن بسبب أنه في خوف من عدم مثلا من إغلاق المنافذ. الناس تقول يمكن أو التجار يرفعوا الأسعار بحجة أنه ممكن ما عاد يكونش في دخول أو خروج مثلا أو استيراد تصدير السلع الغذائية. الناس الرواتب طبعا كانت متوقفة لفترة طويلة، يمكن اليوم أو أمس يعني في بعض الجهات اللي ممكن مساعدات إنسانية صرفت فيها مبالغ مالية. لكن أقدر أقول لك أنه الوضع الاقتصادي بشكل عام في ارتفاع، في سعر الدولار، التصدير متوقف، الاستيراد أيضا متوقف. كل ذلك أدى إلى أنه حتى الآن المواد الغذائية اللي هي موجودة يمكن ما تكفيش، يعني ما تكفيش الناس إلى فترة زمنية معينة إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. على هذا المستوى أسألك سيد الحرازي، كيف هو الوضع في مأرب؟ بالنسبة لهذا الوضع، نعم إلى الآن لا تزال كافة المواد الغذائية متواجدة في السوق ولا يوجد أي نقص، لكن المواطن في حالة هلع كبير ويقبل على شراء كميات كبيرة تخوفا من إغلاق المحلات التجارية مقارنة بالدول الأخرى إذا وصل وباء كورونا مثلا. الأمر الذي زاد جشع التجار ورفع الأسعار، كما يقومون أيضا بإخفاء بعض السلع التجارية تمهيدا إلى رفع أسعارها. هل هناك رقابة؟ أليس هناك رقابة؟ نعم، بالنسبة للرقابة ليست الرقابة بالشكل المطلوب. مكتب الصناعة والتجارة لديه بحسب ما أكد بأن لديه فرق في الميدان، لكن ما زالت الأسعار مرتفعة بشكل كبير جدا، وكأن السلطة المحلية لا تشوف هذه المعاناة في المواطنين. هل هناك نوع من التوعية على الأقل فيما يتعلق ب يعني تخفيف حالة الهلع التي أشرت إليها وحالة الذهاب إلى الشراء السلع ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في نهاية المطاف؟ نعم، هناك نوع من التوعية، لكن المواطن اليمني خاصة اليمني بشكل كبير جدا عندما تحدث أي أزمة أو يحدث أي مشكلة دائما يذهبون إلى المحلات التجارية ويشترون كميات كبيرة ربما تكفي لأشهر. حتى إذا كانت التوعية، لكن ما زال المواطن يشتري مثل هذه الكميات الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مثل هذه الأسعار. وليس هناك حسب ما فهمت منك تصريحات على مستوى السلطات المحلية بهذا الخصوص؟ نعم، بالنسبة للسلطة المحلية دائما تؤكد في تصريحاتها بأن لديها فرق ميدانية في المراقبة على الأسعار، لكن الوضع السوق مختلف ولا زالت الأسعار مرتفعة بشكل كبير جدا. أعود إليك سيد صلاح دبوان. نتحدث على مسألة الرقابة على الأسعار، دور السلطات هناك. يعني أنت حدثت عن مسألة الجانب الإغاثي، محل في المدينة ليس سهلا وليس هناك من أحد يدير المشهد، لكن على مستوى الأسعار ما هو يعني كيف هو الوضع هناك في عدن؟ الوضع بالنسبة للرقابة، نعم، الرقابة تكاد تكون غير موجود بالنسبة للرقابة. نعم تفضل. طيب، بالنسبة للرقابة
تكاد تكون اساسا غير موجوده من سابقا، يعني حتى لو كانت موجوده طبعا الفساد الاداري الموجود في اجهزه الدوله لا يجعل منها يعني اجهزه تستطيع ان تؤدي وظائفها بشكل مطلوب. عدم وجود الرقابه له الكثير من المساوئ اللي تنعكس على ارتفاع الاسعار وتنعكس بشكل مباشر على المواطن الذي لا يستطيع ان يتحمل كل هذا الضغط. حرب الى جانب ارتفاع اسعار الى جانب رواتب تكاد تكون منعدمه او تكاد تكون متقطعه او مندثره. وضع بجد يعني هو وضع سيء. هذا بالنسبه للرقابه، اما بالنسبه للموضوع الاخر فما سمعت الشيء اللي انت طلبت. فيما يتعلق الان بالدور يعني المجتمعي، اذا ما غابت السلطات عاده يكون هناك نوع من الدور المجتمعي، انتم يعني ما هي طبيعة الإسناد الذي تقدموه في الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا بهذا الخصوص؟ بالنسبة للوضع اللي نعيشه الآن، أكاد أتذكر شيء واحد في بداية الحرب عندما غابت الدولة بشكل كامل، كان في حراك مجتمعي قوي جدا جدا، كان المجتمع يساعد نفسه، كان المجتمع يقف إلى جانب بعض، كان في كثير من فاعلي الخير، كان كثير من التجار. أعتقد الوضع اللي نعيشه خلال هذه الثلاثة الأيام والأربع الأيام الماضية تحرك اجتماعي كبير، في شباب، مبادرات، في مجتمع محلي، جمعيات، مؤسسات، أفراد، أشخاص، الكل يعني حب انه يساعد، الكل حب انه يبادر، لانه نحن نعيش فعلا كارثه. الشيء الموجود يعني يكاد يكون نسخه مكرره عما كان في السابق عندما غابت الدوله بشكل كامل، كان المجتمع هو من يدير نفسه. يعني اللي حصل الان انه فاعلي الخير، اهل التجار، ممكن بعض التجار، لكن ما اقدرش اقول لك انه يعني هذا الشيء كافي. الوضع لا زال يعني يعتبر مأساوي، والمجتمع يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى إسناد. بهذا الجانب أسألك بسؤال أخير سيد أحمد الحرازي، بالنسبة للوضع المجتمعي كيف هو هناك، أو الدعم المجتمعي للناس والتكافل الاجتماعي خلال هذه الفترة، هل من نقاط ترصدها بهذا الخصوص؟ نعم، يعد شهر رمضان موسما للمبادرات الخيرية، والكثير من التجار أو الجمعيات يقدمون بحسب استطاعتهم للأسر المحتاجة، كما يقوم البعض بتجهيز وجبات خاصة في شهر رمضان وتوزيعها على المنازل المحتاجة. الشعب اليمني عرف منذ القدم بكرمه، وهناك الكثير من الخيرين يتبنون مثل هذه المبادرات الإنسانية للتخفيف من معاناة المتضررين خاصة النازحين التي تعج بهم محافظة مأرب. شكرا لك سيد أحمد الحرازي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. الشكر أيضا موصول للسيد صلاح دبوان الأمين العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. رمضان كريم مشاهدينا الكرام، عسى أن تنجلي الغمة عن هذا الوطن. في أمان الله.